الأشخاص اللي تم اختياري أن أحمل صليب اللي هو صليب الشبيبة العالمي ونكون كأرض مقدسة بالمرحلة الأولى. كان بالنسبة إلي فخر كتير كتير كبير اللي كلمات ما بقدر أوصفها. أضيئت عيون الشاب جيمي من القدس عندما قال تم اختياره لحمل الصليب خلال درب الصليب في يوم الشبيبة العالمي في مدريد. لحظات لا تنسى بالنسبة له وللآخرين الذين ملأ الفرح قلوبهم واستمدوا قوة خاصة لجميع شبيبة الأرض المقدسة، فتجمعوا معا في القدس يوم الأحد بعد عودتهم من مدريد في رعية اللاتين في دير المخلص ليشاركوا جماعة المؤمنين بخبرتهم الخاصة. لقاء الشبيبة العالمي كان بمدريد السنة بشعار ثبتونا في الإيمان. يمكن إحنا كمسيحية أقلية في الأراضي المقدسة كان هذا الشعار هو أساس بالنسبة لطلعتنا. كان الوضع إنه إحنا كأقلية موجودة في الأراضي المقدسة كمسيحيين موجودين هون وأشوف كل هالشباب اللي جايين من العالم من الشرق للغرب، كان في دفعة كتير قوية للمجموعة عندي إنه رح نرجع ونشتغل أكتر. يمكن ما كان في عدد كافي، يعني زي ما قلتي قبل شوي إنه كنا أقلية حوالي 160 شخص من الأراضي المقدسة بالمقارنة مع ناس تانيين أو مع بلاد تانية كانت بالألف، زي مثلا لبنان كانت حوالي 1600، مصر كانت بتتعدى 1000. ولكن إحنا منقول إحنا ملح الأرض، لو عددنا كان صغير بس المهم وصلت رسالتنا إنه في مسيحيين شرقيين بالأراضي المقدسة راحوا مثلوا أرضهم ورسالتهم بلقاء البابا. عكس يوم الشبيبة العالمي في مدريد مدرسة للصبر والجهد، هذا ما قالوه لنا. كان لقاء ناجحا بالفعل، لحظات متنوعة باتت بين الفرح والصلاة وبين الترتيل والصمت، مثل الخبرة التي عاشوها بالسجود والسهر أمام القربان المقدس، قالها الأب فراس حجازين. Io dico dei giorni grandiosi per la gioventù per la chiesa. أيام عظيمة للشباب ولكنيستهم، ونتأمل أن تكون هذه البذور من الشباب الذين أتوا من جميع مدن وقرى الأرض المقدسة لكي ينمو. نحن بحاجة إلى أشخاص يتمتعوا بإيمان قوي والتي تعطي رسالة قوية في ظروف معينة، حيث من الصعب أن يعبروا عن إيمانهم والقوة تظهر ولا تبقى مخزونة في القلب. هذا ما نطلبه من الله تعالى، أن يعطي شبابنا قوة التبشير وأن يعيشوا إيمانهم في هذه الأرض والجميع أيضا. Dio dare ai nostri giovani la forza di pronunciare e vivere la loro fede in questa terra e siano annuncio per tutti. ذكرى عيش مشاعر تلك الأيام يعني شيئا كبيرا مهما وفعالا، مشاعر بالطبع لم تنتهي في مدريد وإنما مستمرة. حسيت في روحانية في الموضوع، حسيت إنه تقربت من الله أكثر. علينا أن نكون مسيحيين ليس بالاسم فقط. هو بالحقيقة كانت كل شيء مهم لإلي، لأنه هذه كانت أول تجربة لإلي برا البلد، بشترك باجتماع لشبيب العالمي حتى نلتقي في قداسة البابا. كان كتير حلو الوضع، أنا حبيته، و يعني إذا رجعت لي أنا بحاول يعني إنه أدعي الناس كلياتها، أصحابي، معارفي، أقربائي اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم، إنه ييجوا يحضروا هذا السنوات الجاي، لأنه كان كتير حلو الوضع. فأنا بتأمل إنه السنة الجاي يكون عدد أكبر. اليوم جينا شهدنا هناك للقيامة وإحنا هلأ في مدينة القيامة خلف الكنيسة، فإحنا ثابتون في الإيمان ومتأصلين في المسيح.